وفي السياق يسرنا أن ينضم إلينا في اتصال مباشر سعادة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة وكيل وزارة الأشغال للحديث أكثر حول هذا الموضوع. نحييك في نشرة الثالثة سعادة الوكيل. بداية نحيي جهودكم المضاعفة خلال هذه الفترة، لو تحدثنا أكثر حول استعداداتكم وجهودكم المستمرة والتي تبذلونها في التعامل مع الحالة الجوية التي تمر بها المملكة. الله يمسك بالخير والسلام. اليوم شهدت مملكة البحرين ساعات الصباح الأولى عديد المناطق البحرين ورياح قوية وصلت ل 45 عقدة تقريبا، وحسب الأرصاد الجوية توقع أن فرص الأمطار تستمر لصباح الغد، واللي توقعوا طبعا نخاف من الأمطار الاستثنائية اللي صلت على البحرين في الأسابيع الماضية. طبعا هناك تعاون كبير وتنسيق مستمر الله يسلمك مع كافة الجهات المعنية بالأخص وزارة الداخلية، الإدارة العامة للدفاع المدني، والإدارة العامة للمرور، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، لتسهيل أعمال فرق طوارئ الأمطار، تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح هذه المهمة للتعامل مع مياه الأمطار. طبعا الوزارة أخذت عدد من الإجراءات الاستباقية لضمان انسيابية الله يسلمك الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والأنفاق، وخاصة الطرق المؤدية إلى المواقع المهمة كالمستشفيات والمراكز الصحية والمطار وغيرها، يعني المناطق الحيوية. طبعا الوزارة بشكل دائم ومستمر تقوم بتنظيف دوري لفتحات تصريف مياه الأمطار، وصيانة دورية أيضا لمحطات الضخ وتفريغ خزانات تجمع مياه الأمطار. هناك الله يسلمك بعد جاهزية كبيرة من حيث توفر عدد المضخات، هناك تقريبا 130 مضخة و80 صخريج متوزعين على كافة أنحاء البحرين، لتفادي وقوع أي فيضانات ممكن أن تعيق حركة الناس أو أن تعطل محطات الصرف الصحي التي تشرف عليها الوزارة. أيضا الله يسلمك وسعادة وزير الأشغال قام بزيارات ميدانية أمس واليوم صباحا أيضا للشوارع الرئيسية ويطلع على هذه الإجراءات الاستباقية للتعامل مع هطول الأمطار. أيضا ودي أوضح فريق طوارئ الأمطار من منتسب الوزارة، طبعا هناك في فرق منتشرة في جميع محافظات المملكة ويعملون على مدار الساعة تم توزيعهم، ويقومون بمتابعة جميع البلاغات والتجاوب معها من غرفة العمليات التابعة لوزارة الداخلية. كما إذا تسمح لي الله يسلمك ودي أيضا أني أنوه بدور أمانة العاصمة والمجالس البلدية وتواصلهم المستمر مع فريق الطوارئ والفرق العامل لتحديد الأولويات، ودي أطلب جميع الطرق الرئيسية سالكة وانسيابية الحركة المرورية طبيعية، ودي أيضا جميع المواطنين والمقيمين على تعاونهم، وإذا في أي حسوا في أي طار أن ندعوهم للتبليغ من خلال الاتصال على أقام الطوارئ بالوزارة وهي موجودة على مدار 24 ساعة، والله يجعلها إن شاء الله أمطار خير وبركة على البحر. شكرا لك سعادة الشيخ مشعل بن محمد الخليفة وكيل وزارة الأشغال، شكرا لك على هذه المداخلة.